زاويه فيما ارى للكاتب عادل الباز من صحيفه اليوم التالي، وجاءت هذه المره بعنوان هارون وصناعه المستقبل. يستهل الباز الزاويه بالقول: اعجبني في حوار مولانا احمد هارون الذي اجراه معه الاستاذ الصادق الرزيقي انشداده للمستقبل ورؤيته له وطرائق تعامله معه، ثم احساسه بالاخر وثقته في التحاور معه، ثم اعترافه بأحقيته في تصوراته للمستقبل، مبديا روحا سمحة في بناء مستقبل بروح تشاركية لا تقصي أحدا. يضيف الكاتب: يقول مولانا هارون في ساعة الأزمات مأمول من القيادة نقل الناس من حالة الاستقطاب الحادة إلى مربع وطني جديد، وحتى يحدث ذلك لا بد من التصويب على مركز وطني جديد يحدث قدرا من الطمأنينة، وهذا لا يأتي إلا بإبراز القومية والفرص المتساوية للجميع. ويزيد الكاتب: السؤال الذي يواجه مولانا هارون هو كيفية الوصول إلى مركز وطني جديد تتساوى فيه الفرص وتبرز فيه القومية. إنها مهمة صعبة، وليس بين أيدينا الساعة أي أفكار أو تنظير يعيننا على الوصول إليه، ويتساوى في ذلك الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة. ويواصل الكاتب: وفي محاولاته لرسم آفاق المستقبل أشار إلى أزمة حقيقية تواجه السياسة والمفارقة، أن المتسبب الأول فيها المؤتمر الوطني، ما يشي بعقلية مختلفة سيدير بها هارون دفة قيادة الوطن. ويرى الكاتب في ختام زاويته أن هارون لفت إلى نقطة مهمة وجوهرية تشير إلى طرائق التفكير الجديد في المستقبل، وهي المتعلقة بتكوين حكومة إيلا، وهي نقطة فاتت على الكثيرين. انظر لقوله: حكومة المهام لأول مرة يكون وزير المالية فيها من خارج المؤتمر الوطني، ووزير الداخلية من حزب المعارض حتى وقت قريب، ووزارة النفط يتولاها شخص من خارج المؤتمر الوطني، ورئيس وزرائها من شرق السودان، ووزير داخليتها من أبناء النوبة. كل هذه دلالات على مشهد سياسي جديد يتشكل في السودان. يجب أن ننظر لحكومة المهام بأفق جديد.